حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في سلام. شواهير محمد بن حسين بن جرحة بتنتزع الشوط الرئيسي بينما الزقيبة يوسلم مدمرة وشواهين مدمرة وشواهين شواهين شواهين تنتزع وتختطف الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في لقاء مع الفائزين. يسعدنا أن نلتقي مع مالك شواهين حمد بن حسين بن جرحب. كان ودنا يكون معنا بعد المضمر الكبير محمد بن حسين ولكن حمد فيه بركة. محمد أكيد أنه تعبان يا حمد عقب الشوط اليوم وعقب الركض وخلاكم تجون. نعم أكيد أنه تعبان ولكن حنا نوب عنه. أكيد. حدثنا عن شواهين اللي خذت الشوط الأول اليوم. شواهين الله يسلمك إنتاج أمها بنت الحنيش وبيها على شاهين وهي ذا سبقها لها نجهزها قبل المحل الأول مشارك بها مشاركتين واحدة منها في الصعوب. دخلناها في الصعوب ودخلناها في السبقات ودخلناها بعد ثاني مرة وسبقت وهي ذا بنتخلها. يعني شواهين ما ذاقت الهزية؟ لا إن شاء الله أنها ما تذوق الهزية إن شاء الله بإذن الله تعالى. هاي شيء عند الله سبحانه وتعالى. كيف شفت المحل الأول بشكل عام؟ والله احنا ما توقعنا الأتيام هذه ولكن الأتيام قلبت التوقعات. هذه اليوم منافسة صعبة وشرسة من مضمر كبير راشد الزقيبة مع مدمر. نعم صحيح وحتى فيه كثرة أعداد والبكرة فقط الزقيبة ما تنظلم بكرة السبوع من على حسب طلوعها اليوم وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. ولنا طبعا حسين قبل الشوط هل كنت البكرة السبوق ومرشحة ورعيت نقطتين هل فيه اسم انت كنت متخوف منه ولا الاوراق مهي مكشوفة؟ لا الاوراق مهي مكشوفة ولكن البكرة السبوق متوقعين ما ماشي يسبقها الا بكرة صعبة. اليوم نقول يا محمد يا حمد انكشفت الاوراق للمشاركين ولا لا؟ والله انكشفت يعني الا اذا في حد ما دخل دلوله الحين عنده دلول ما ادري لكن الاوراق اليوم انكشفت فيها فجن سبق والتيم قوي. والله اعطيها 90% انا التيم هذا صعب اللي هي جابته. وجهك ابو حسين وهذا الفوز لمن تهديه؟ اهديه لاهل قطر كافه واهديه لمشجعين شعار محمد بن جرحب.